بنتو نعطيو لدى الهاردويرتيين اليوم في الفيديو هذا في شين تي جي تي في باش نحكيو على لي نيوز اللي صاروا في الكا دو هاردوير. هذا الكل بعد الانترو. نبداو طول بالMSI اللي خرجت GTX 980 Ti Gaming 6 G Golden Edition. كيما تنجمو تراو من ليزيماج ماهيش لي كولور عادية اللي تعرفهم في الMSI اللي هما الأحمر ولكحل اما دوري واكحل حسب ما يقول هما الدورية ما هنا راه فيه اورانجي معناها حتى نراها بين لين ليها مش نعرف اذا كانت دوري ولا اورانجي. anyway غادي نشوف شنو فما في الكارت الجرافيك هذيا وشنو الحاجات السبيسيال اللي فيهم فوز الجي تي اكس 980 عادية 80 تي اي عادية. اول حاجه جي بي يو جي ام 200 كيما في الاخرين اما مقويين فيها في الميجا هرتز تورج بكلوك دي باز 1190 ميجا هرتز و بوست كلوك 1291 ميجا هرتز يعني زيد قوي فيها شويه كي تخرج يعني من تخرج من الباكو او زيد قوي فيها شويه من نجم نقولوا ستوك جي تي اكس 980 تي اي من دار ام اس اي سيباتوري اللي مسيسين تشوفوا احمر واكحل لما طوه دوري اكحل هو ديما توين فروزر 5 بالزيرو فروزر تكنولوجي. شنو هي زيرو فروزر تكنولوجي؟ هي وقت الكارت جرافيك ما يمكنش تستعملوا فيها برشا ولا يمكنش تستعملوا فيها الجمله كيما تو يعني البي سي محمل على الديسكتوب مش قاعد يعني في حتى شيء معناها المروح تاع الكارت جرافيك ما يدوروش ويقعدوا معناها ما يعملوش حس ومعناها حكايه فارغه يدوروا دونك حطوا التكنولوجيا هذه اللي اسمها زيرو فروزر اللي كان عمركم ما سمعتوها فما ديجا كان صدقني ربي في 980 و ما عرفش كيف فما في 970 اما في 980 980 تي اي و طانتو متلاين يعني نورمال فما الاكثر في الام اس اي كاو خاطر التكنولوجيا نتاع ام اس اي وبيان سور معناها فما في الايزوس وفما في البراند الاخرين اما اسميهم جو بونس تو انا مانيش ما سالتش على الفازا اما تو نسال يعني نشوف اذا كان قاعد نغلط قولوا لي دونك الاكثر معناها فيها حتى شيء زيد 6 قلنا 6 جيجا دو في رام خاطر كي نقول فورام ياكلوني حي. الحاجة اللي تبدل الأكثرية اللي ما حكيتش عليها هي الديسيباتور اللي معمول نحاس ومش عادي كما تعرفوا معناها نورمال هو مش نحاس الكل أما في الكارت جرافيك هذايا معمول الكل نحاس باش يزيد يبرد ويزيد يعدي يعني كل هو المراوح يزيد يعدي البرد يعني للفيرام وللجي بي يو. anyway عندها زادة الكارت جرافيك هذايا عندها بيك بليت حلوة على الأخر فيه اللوجو تاع الإم إس إي بالدوغي اما الحاجه اللي ما نعرفوش عليها هي السوم ريليز ديت خاطر نزل من نستنيو لحد الان شنو نقول الام اس اي بعد تو الايزوس اللي خرجت كارت مير ولا عياذ بالله تفجع ابارامون اللي هي الايزوس ماكسيموس ويت اكستريم. anyway شنو هي فيها الكارت شنو هي فيها الكارت مير هذه الكارت مير اول حاجه سوكيت زيت 170 دونك معناها بروسيسورات سكاي ليك. الحاجه اللي عمري ما سمعتها في كي قريت نيوز على الكارت جرافيك على الكارت مير هذيا هي اللي اسمها او تي اكس يعني اكستندد اي تي اكس على حسب ما فهمت الاكثريه معمولين للاوفر كلوك دونك اكستندد اي تي اكس فور اوفر كلوكرز خاط فيها برشا سباس وفيها برشا حاجات اللي الاي تي اكس العاديين ما فيهمش يعني ما نجموش على البلاصه. نتعدي نشوفوا شنو فما طول في الكارت مير هذيا فيها 4 سلوت بي سي اكسبريس 4 العاديين يعني 3.0 1 بي سي اكسبريس كل اصغر شويه كونكتيفيتي عندنا اتش دي ام اي ديسبلاي بورت 1.2 2 بورت ساتا اكسبريس و 6 بورت ويت ساتا 6 جيجا بار سكوند يعني اسرع حاجه فما في العالم حتى في الكارت مير هذيا الماكسيموس ويت اكستريم نسيت ديجا اسمها. anyway الكارت مير هذيا عندها كصدقني ربي 4 بورت USB 3.1 تايب A و تايب C 6 USB 2.0 و 8 USB 3.0 وبرشا حاجات اخرين مع الكارت مير هذي يعطيكم زادا الـ OC Panel 2 الفيرسيون الجديدة تاع الـ OC Panel اللي كان في الماكسيموس هيرو 7 ولا حاجة كيكا تاع الـ Overclock شنو زادوا فيه؟ VGA Hot Wire Slow Mode وبرشا حاجات اخرين توا ما نتذكرهمش خاطر فما ليست كاملة تاع حاجات فما في الكارت مير هذي. anyway على حسب ما يقولوا باش تخرج يعني اخر العام يعني ما زالهاش برشا باش تخرج اما البري كيما في الام اس جي تي اكس 980 تي اي ما نعرفوش عليه خاطرهم خراويت ما يقولوناش على السوم. يب حكينا على الكارت مير حكينا على الكارت جرافيك علاش نحكي على المونيتور حاجه معناها عمرها ما تصير عمري ما حكيت عليها اللي حكيت عليها في السامسونج الكيرف. anyway المونيتور هذايا اللي بيت سبيشال عمري ما ريتو وعمري ما سمعت بيه الا او سي خرجت مونيتور يو اس بي فول اتش دي اي وي يو اس بي ما فهمتش كيفاش يعني ينجم يكون مونيتور يو اس بي لازمني
تستوعبها مليح الحكايه هذيا. يعني اذا كنتم تاخذوا جي تي اكس 980 تي اي، الكارت ميري اللي قلت لك عليهم توا اللي هي الايزوس ماكسيموس اكستريم 8 سوبر باور اكس دي 1 لول اكس، معناها اني بحط اكثر من 14 مونيتور على الكارت ميري الاخرى. انترستينغ. اللي هو الموديل هذيا اسمه طويل برشا، خليكم يعني هنا بيان سور، خاطر او سي وديار يعني تخرج مونيتورات الاكثريه ما يقولكش نعرفش انا او سي ultra wide USB monitor، اما AEC وحطوا لكم معها نمبر الكاردينونتي تي ام تي. خرجت لكم مونيتور جديد اسمه AEC سي بون. اليوم قلنا المونيتور هذايا فيه كونيكسيون USB 3.0، خرجت 3 تيب ديفيرونت من المونيتور هذايا. واحد دخلت 1366x768 بكسل، واحد 1060x900 والاخر فول اتش دي، كلهم USB 3.0. اليوم ان شاء الله الفيديو عجبكم، سير الفيديو باش تخلي لايك، اذا كان عجبك خلي لايك كومنت شير سبسكرايب اف يو نوت سبسكرايبد. I would. I feel good.